دي حاجة. الحاجة التانية انه كانت في مشكلة من حاجة اسمها الكود بتاع الامتحان. الكود بتاع الامتحان الناس اللي صمموا الامتحان كانوا عاوزين يعملوا الكود ده في كل مدرسة وفي كل فصل عشان ناخد معلومات اكتر نحللها لأسباب فنية جيدة جدا وعلمية. ولكن في بقى هنا عنصر بشري، اللي بيدي كود موظف، يا إما التطوير التكنولوجي، يا إما مراقب، يا إما مدير مدرسة، يا إما في مدرسة تقول لهم أنا ما جاليش الكود مش عارف أعمل إيه، فحصل بلبلة كبيرة جدا بسبب الكود. فعملنا تغيير مباشر، شيلنا الكود ده كله وحطينا كود قومي موحد للجمهورية كلها للامتحان من بكرة. يعني بمعنى آخر، الطالب اللي رايح يمتحن بكرة مش هيروح يدور في المدرسة على حد يديله الكود، هيلاقي الكود على موقع الوزارة ياخده في إيده. معايا حضرتك؟ معاك يا فندم، أنا سامع. ففينا في قرارين كبار جدا. الواحد الاولاني ان السيرفر زاد بنسبه كاباسيتي او الطاقه او القدره بتاعته الاستيعابيه زادت 15 مره عشان تتحمل الحمل، وقفلنا ان الناس تخش عليه من بره مصر ومن جوه مصر سوى طلبه اولى ثانوي عشان نعرف مين اللي داخل علينا. ده اللي ليه علاقه بيكو، الناس اللي بتتكلم على البنية الأساسية بتاع الإنترنت، ما هو علشان يشتغل لازم يبقى عنده نت، ده هتحلها إزاي؟ دي حاجة مش في إيدك. لا بصي فندم، إحنا بنعمل حاجتين بالتوازي وشرحنا والله كل ده للناس، بس هم يعني الحالة دي من القلق واللي ملهاش مبرر الحقيقة. هستيريا. هستيريا جاية طبعا، اللي عاوز يعملها، اللي مش عاوز النظام الجديد بقى هي دي بالنسبة له أحسن فرصة. الفكرة انه احنا عندنا 2530 مدرسة دخل فيهم اسلاك الفايبر والشبكات الداخلية، خدمة الانترنت دخلت في 1100 منهم والباقي، وعشان كده احنا وزعنا شرايح المحمول عشان يبقى فيه يعني اختيار واحد واختيار اتنين. في ناس عندها 1100 مدرسة من المجموع فيهم واي فاي وفيهم انترنت، دول ممكن تاخد الامتحان فيهم جوه المدرسة وكل حاجة فيش مشاكل. اللي ما عندوش ده عنده الشريحة هياخد عليها الامتحان. فالشرايح اتوزع منها 510 ألف شريحة، واقتصر من بكرة الإتاحة بتاعت موقع الامتحان على من يحمل هذه الشريحة أو اللي داخل من مدرسته من 1100 دول. حلو كده؟ حلو يا فندم. طيب امتحان العربي مثلا بتاع النهاردة اللي حصل فيه خنقة في السيرفر وكثير من الناس ما قدروش يوصلوا له، أولا بعتذر للناس العادية عن المعاناة الطبيعية بتاعت انه يبحث عن الكود وما يلاقيش حد في المدرسة وبتاع، ده طبيعي ان احنا نعتذر عنه، ولكنه في طب نعمل التجربة بقى عشان نعرف كل الأخطاء دي على الأرض وفي الجزء الإداري والجزء الفني. السيرفر اتفقنا زودنا في طاقته الاستيعابية 15 ضعف. الناس اللي بتخش تخنق السيستم عشان نقلل الاحتمالية دي قفلناه بره مصر وقفلناه جوه مصر على بس بتاع أولى ثانوي. جميل. يبقى كده خلصنا ده. الكود اللي كان عامل مشكلة في الحصول عليه لغيناه وبقى كود قومي. فدلوقتي لو الولاد دخلوا على موقع الوزارة هيلاقوا امتحان العربي أسئلته للتدريب عليها، ما تفرقش خالص بتدرب عليها إلكترونيا ولا ورقية، احنا عاوزينهم يدربوا عليها زي البوكلت بتاع الثانوية العامة موجود على الانترنت. احنا كان ممكن نحط امتحان بكرة بتاع البيولوجي على الموقع بتاعنا ونخلص، بس احنا محتاجين كلنا نتأكد ان النظام الإلكتروني شغال وعشان نصلح لهم ويشوفوا نظام التصحيح ويطمئنوا ليه، وعشان كده عاملين الامتحان ده من غير نمر خالص. احنا كلنا بنبني ده مع بعض. في ناس هتقول لك ده انتوا ضيعتوا مستقبلنا وبتجربوا في اولادنا، مفيش حاجه ليها علاقه بالمستقبل خالص، ولا نمر ولا مجموع ولا اي حاجه على الاطلاق فعلا. طب يا فندم، هل عرفتوا كم واحد نجح في انه يوصل للامتحان ويعمله؟ يعني وسط الخنقه وسط التجريب وسط وسط وسط، كم واحد قدر يوصل من ال 750 ألف او 700 ألف بتوع اولى ثانوي يحل امتحان العربي؟ بص، هم 650 ألف كلهم على بعض المتاح ليهم اثناء اليوم، الى ان ابتدينا نسيطر على اللي خانق السيرفر ونقفله ونفتحه تاني ونقفل الابواب المؤديه اليه. السيستم اشتغل بقى الساعه 8 بالليل. اشتغل بكفاءه عاليه جدا. فدخلوا داخلين عليه حوالي 50,000 من ولادنا وامتحنوا عليه كويس خالص، وعندنا صور ليهم وفيديوهات وكل حاجه، فعرفنا ان احنا ماشيين على الطريق الصح. وده تاني، ده هدف التجربه الحقيقي،
انما حضرتك بتقول لي ان من الصبح لغايه الساعه 8 ما حدش عارف يمتحن. لا طبعا، لان السيستم مخنوق. حد بقول لحضرتك في 4 مليون يوزر في اي لحظه زمنيه. طب ما انت حضرتك لازم تحط نفسك مكان الناس، الموضوع جديد بالنسبه لهم، وكل ام ابنها يقول لها انا مش عارف امتحن اكيد بيجي لها هلع. يعني ما هو الناس كمان اولياء الامور معالي الوزير معذورين، يعني اقصد انه لغايه الساعه 8 عندي امتحان عربي حتى لو تجريبي، ما احنا كنا بنخش امتحانات تجريبيه، اكيد بتبقى قلقان على ابنك وخايف ليكون الحكايه دي خاصه بيه، هو اللي مش عارف يدخل النت مش كويس، يعني عنده شكوك كتيره يعني. لا ما احنا عشان كده بنشرح، بس يعني يبدو ان مش دايما الناس بتلتفت للشرح. احنا بنشرح وبنقول للاولياء الامور احنا مقدرين ده جدا، بس ما فيش داعي لهذا القلق. احنا كل مطلوب منهم الهدوء الحقيقه، مش القلق ده خالص ولا التوتر. لان ليه بنقول لهم كده؟ لان الامتحان فعلا تجربه تدريب. ما انا زي ما بقول لحضرتك ممكن احط الاسئله دي بكره على الموقع ما دام ما لهاش نمر يعني، وسيبها له يتمرن عليها. احنا بنختبر السيستم سواء اشتغل او ما اشتغلش، ده لا يدعونا للقلق. سياده الوزير، بمناسبه الحكايه دي، من اول ما حضرتك دخلت تليفونات كتيره بتتصل كلهم بيقولوا جمله واحده، بيقولوا طيب ويا ريت حضرتك تشرح للناس. انا يعني مش بوجه التيام، ولكن بقول لك ده الجمله اللي بتتردد على بقهم كلهم في التليفونات في الكنترول حتى انا سامعهم. هم بيقولوا طب ما دام السيستم ما كانش جاهز ليه ابتديته قبل ما السيستم يجهز؟ طب انا هرد على السؤال ده بطريقه بسيطه. السيستم اللي احنا بنقول عليه مش جاهز ده اتعمل بيه في مصر كلها، كل شبكات الفايبر وزاره الاتصالات وصلتها، وكل السيرفرات والشبكات الداخليه ركبت، وكل المشكله اللي احنا بنتكلم عليها في اللحظه دي لا علاقه لها بالبنيه التحتيه اللي جاهزه تماما، ولا بالامتحان اللي لو سالت ال 50,000 واحد بقى رايهم ايه في الامتحان نفسه اللي ما اتكلمناش عليه هيقولوا لك شكله ايه. كله جاهز خالص. لازم في اي تجربه فيها هذا القدر من التكنولوجيا هتكتشف حتت معينة فيها ثغرات، واحنا اكتشفناها في اقل من 24 ساعة. كويس. يعني اكتشفنا الخنقة بتاعت السيرفر دي جاية منين. ومش كل حاجة عاوزين نصرح بيها بالضرورة، ولكن فكناها.